شفنا مشاهد مع بعض من مسلسل تورا بورا، من المسلسلات الأمانة اللي الواحد مهما يتكلم عنها سنين ما راح يعطيها حجمها وكبر القضية اللي هم طارحينها في هذا الفيلم أو هذا المسلسل. طرحوه من قبل كفيلم سينمائي والحين تم طرحه كمسلسل، ومعنا اليوم الدكتورة كاتبة تورا بورا خلود النجار. يا مرحبا فيك، احنا سعيدين بتواجدك. وعملاق الشاشة الخليجية الأستاذ سعد سعد الفريا، مرحبا فيك. ببدر سعد المباركة، حييت المباركة. ووليد العوضي المنتج القدير والمخرج اللي كنا نتمنى نشوف أعمال عقب تورا بورا، وأنا وايد أتشرح عليه أقول له تورا بورا ووقف، بس الحين صدمنا بالمسلسل. يعطيك العافية. الله يعافيك، ومشكور على هذا اللقاء، ومشكور أخوي الوسمي. حياك الله، تقبل الله طاعتكم جميعا، الله مبارك عليكم ما تبقى من الشهر إن شاء الله. أول سؤال عمي أبو بدر يعني يتبادر ذهني، ليش حولتوا الفيلم إلى مسلسل؟ والله هذا يسأل فيه المنتج. وبعدين على فكرة هو مقرر إنه يكون فيلم ومسلسل من أول يوم تصوير، من حتى من قبل ما نبدأ تصوير، لأنك أنت حتلاحظ إن في مشاهد مصورة في اللوكيشنات مال الفيلم، حلو، وهي ما نزلت بالفيلم، بمعنى أنه معمول حسابه أنه يكون مسلسل ويكون. ويسأل في هذا أصحاب بعد أستاذ وليد العوضي، يعني هو كان بالبداية فكرة مسلسل وخذيت منه لقطات سويته فيلم، ولا هو بالبداية كاتب النص رياض سيف كتب العمل كمسلسل، بس انا لما رحت وصورت في المغرب ويا العم ابو بدر والكاست شفت ان هذا عمل ما يستحمل يكون مسلسل فقط، فصورته كفيلم ومسلسل. نزلت الفيلم بالبدايه في 2011 وعرضناه في سوق الافلام الدوليه في كان عشان اكمل جزء المسلسل، فتعاونت مع الدكتوره خلود النجار ان تكتب سيناريو حوار الجزء اللي يخص الكويت، فهو عمل متكامل. يمكن في عالمنا مو متعودين ان يشوفون فيلم ومسلسل بهذا النموذج الحجم وهذه الانتاجيه وهذا الحجم، لكن في العالم الغربي تشوف كثير انه يطلع فيلم ويطلع مسلسل او العكس، روايه تتحول لفيلم ومسلسل. صحيح. فانا اخذت الخطوه هذه اللي فيها نوع من المغامره، بس الحمد لله نجحت، لان محسوبه ويانا العم ابو بدر فنان الكويت القدير، يعني هرم من هرمات الفن في الكويت، فالواحد ما يحاتي. الدكتورة خلود النجار لما كتبت النص اللي خص جانب الكويت فالمخاطرة كانت محسوبة. نعم. أمانة يمكن طرح قضية ممكن تظل على مدى سنوات، وهي التأثير على الشباب، يعني النزعات وهذه الأشياء اللي شون الواحد ممكن يأثر فيها على شباب. فهذه القضية ممكن تطرح في كل دولة وممكن تطرح في كل زمن، فأنتوا لما صورتوا لما كتبتي السيناريو لما استعديتي لهذه الدراما إنك عرفتي أبعادها، يعني هل استخدمتي المصطلحات اللي ممكن تناسب كل جيل ببساطتها؟ هي قصة الشباب واستدراجهم وغسيل المخ موجودة في كل زمان وفي كل المجتمعات على اختلاف الأهداف وعلى اختلاف الأدوات وعلى اختلاف مسميات المجموعة والطوائف. أي طبعاً، يعني لأن في كل غسيل المخ أنواع، مش بس ديني. غسيل المخ ممكن أنا أغسل مخ أحد مش لهدف ديني فقط، فكرياً هو غسيل المخ أن أنا أزرع أفكار في مخك وأستغلك وأستخدمك كأداة لتحقيق أهدافي، وفيها تدمير لك أنت ما يهمني، فقط لتحقيق أهدافي. فهذه موجودة، حصة موجودة في كل مكان وفي كل زمان. وإحنا بالكويت أنا بعد كوني كنت اشتغلت في لجنة شبابية لمكافحة الإدمان في وزارة الداخلية لفترة، وكوني عضوة في العديد من اللجان تشتغل مع الشباب، عندي الكثير من هذه الخبرة، وكوني طبعا أكاديمية مع شباب جايين 18 سنة وفوق من الثانوية، أعتقد أنا قريبة منهم بما فيه الكفاية أن أقدر أخاطبهم. أكيد قواك الله دكتور خلود. العم سعد الفري يعطيك العافية، يقولون تلقيت تهديد من داعش. إيه. شنو ردك عليهم؟ عادي عادي، أنا سئلت من مسؤول كبير
قلت يعني والله أنا يجيني تهديد، شنو أنا بالنسبة للكويت أو بالنسبة لمستقبل الكويت؟ أنا من طب بحر، خلي يهددون يا أخي، ما بقى في العمر كثر ما مضى. الشيء اللي أنا ندمان عليه وألوم الدولة، ألوم الحكومة عليه، إن هذا العمل من 3-4 سنين جاهز. يعني كنا نتمنى أن عرض في ذاك الوقت حتى أنه يجنب المجتمع الكويتي ويجنب المجتمع العربي كثير أحداث صعبة. صحيح. فكنت أتمنى أن لما جهز أن عرض على طول، لأن كان وقته قبل ما يقع الفاس بالرأس مثل ما يقولون، ولكن أنه يعرض الآن خير منه ما يعرض بالمرة. يمكن أستاذ وليد أنا عندي سؤال، ليش صورتوا بتورا بورا؟ يعني في كثير من المخرجين والمنتجين ممكن يقللون من تكلفة إنه ما يروحون يصورون بالأماكن نفسها، ولكن في أشكال وأماكن ممكن توصل الهدف نفسه، لكن أنت اخترت هذا المكان بالذات. أنا طبعاً أنا صورته في المغرب. بالمغرب. يعني. المغرب. هو لما جاءت الفكرة في 2008 مثل ما تفضل عمو بدر، يعني هو العمل للأسف يمكن أخذ وقته في نواحي رقابية ونواحي أخرى، بس العمل في 2008 كنت أقرأ كثير عن الأفغان العرب. حتى اليوم أنا أعتقد العمل صالح لليوم لأنه عن غسيل الدماغ. فالبداية كانت إن شلون هذيل يروحون أفغانستان وليش يروحون أفغانستان؟ أبي بيئة مشابهة لأفغانستان لتورا بورا. فلما رحت المغرب وعملت سكاوتينج وعملت الزيارة في المواقع، شفت إن المغرب أنسب مكان. في أواخر 2008 يا وياي العمو بدر وبدينا نشوف المواقع مع بعض، طبعاً مع فريق طاقم من أوروبا. فمدير الديكورات كان معاي ماركو تارنتيني المشهور اللي اشتغل في أفلام هوليوود كثيرة، فقال لي أنسب مكان هذه الكهوف هالجبال مطابقة لجبال تورا بورا اللي هو فكرة النص مالت الفيلم وبالتالي المسلسل. ضخامة الإنتاج أنا بالنسبة لي هذا شيء يعني يعطيني كثير من الدافع إن العمل القادم كذلك يكون إن شاء الله في نفس المستوى، بس هو إنتاج كويتي بالنهاية. يعني أنا سعيد وفخور في المهرجانات أو وين ما عرض العمل كفيلم والآن كمسلسل، يقولك معقولة هذا الإنتاج؟ معقولة الجماعة راحوا صوروا بهالضخامة؟ إيه معقولة، لأن عندي إيمان إذا كان في عندك طاقم يعمل معاك، وإذا كان في نوع من التكاتف، وإذا كان في هرم مثل العمبو بدر مساندنا من أول يوم، وهذا العمل أخذ فترة طويلة. فكنت حريص كمنتج أني ما أبخل على العمل، وكنت حريص كذلك الدقة. يعني يمكن الدقة شيء أنا ملتزم فيه في حياتي في كثير من الأمور، بس في هذا العمل بالذات حرصت أن مدرسة تورا بورا تخلق يعني خلينا نقول شيء جديد لباقي المنتجين لباقي المخرجين أن يعملون بهذا الشكل على أساس أعمالنا تتميز. يعني الكويت طول عمرها رائدة في مجال الإنتاج ورائدة في مجال التلفزيون، يمكن صار في نوع من خلينا نقول رجعنا شوية، بس العمل هذا وغيره من أعمال قاعد أشوف السنة قاعد ترد الكويت مرة ثانية. من كذي حرصت كمنتج أن العمل يكون تلفزيون الكويت، يعني ربطت الإنتاج الضخم هذا في وين يعرض العمل. يمكن صار في حديث كثير ليش ما نعرضه على قنوات أخرى، بس كان في حرص من الجميع أن خلنا نعرضه في تلفزيون الكويت، خلنا نرجع نقول تلفزيون الكويت للريادة في المنطقة. وهذه يعني الأمانة تحسب لوزير الإعلام بصباح، وتحسب للقائمين وعلى وكيل التلفزيون وكيل الوزارة والجميع، لأن تبنوا عمل فيه نوع من الجدية. وكذلك يمكن الكل يقول يخوف، يمكن يقول ها شلون تلفزيون حكومي راح يعرض، بس هذه كلها الحمد لله تلاشت في الدعم، ولو أنها تأخرت شوية بس ياك الحمد لله. أستاذ وليد يعني خليني أنتقل حق العم أبو بدر، 3 سنوات تصوير تعب عمي، شلون الروح كانت في المسلسل؟ الواقع العمل مع وليد متعة، قضينا الوقت جميل مع بعض، استمتعنا. ورجعت للوراء إلى سنة 72-73 ما شاء الله، أيام ما كنت أنا في لوس أنجلوس أدرس، وربطني الشيخ سالم، كان سفير سالم صباح السالم، كان سفير في واشنطن دي سي، ربطني مع منتج في هوليوود، واشتغلت مخرج مساعد متدرب في فيلم مع أنتوني كوين.
اسمه كريس 110 ستريت ما شاء الله. فذكرني العمل مع وليد في ذاك الانتاج في ذيك السنة، الترتيب والنظام والصرف، بحيث أنه أنا يعني أقول وكلي يعني متأكد يعني 100% من أداء الممثلين اللي أدوه في تورا بورا سواء كمسلسل أو كفيلم، شوفوهم في أعمال أخرى ما تلقى نفس الأداء، نفس المستوى الأداء بما فيهم أنا. ليه؟ لأن المنتج والمخرج هيئ لنا أجواء فعلاً إحنا قاعدين نشتغل في هوليوود. خلينا نشوف بعض اللقطات والأداء حق الممثلين مذهبها لنا سعود، نشوفهم مع بعض. أبو طارق الله يسلمك. لا ما شاء الله صحتك زينة، وجهك شاطر، شلون يقولوا تعبان ومرهق ومضيع؟ صدق ما عندهم سالفة. أنا أشوفك بصحة وعافية، كأنك بـ20 سنة، ما فيك شيء؟ شو اسمك أنت؟ اسمي فهد. فهد، وعائلتك؟ تقدر تناديني أبو صقر؟ العائلة مهمة، قول لي من عائلتك واقول لك من انت. الحين انت تسالني عن عائلتي؟ اسال عن عائلتك بالاول، اسال عن عيالك. وطارق ترى ما عندنا وقت نضيع. هذا الملابس اللي لازم نلبسها باكر يقول. بدر يعطيكم العافية بصراحة، يعني يمكن أنا قاعد أقول لك إن هذا من أقوى المشاهد المؤثرة كانت بالمسلسل والفيلم، اللي أنت قلت إنه في وقائع تبكي. واقعنا ساعات قضايا نطرحها هي واقع حقيقي نعيشه ونفس الوقت يبكي. يتألم. نعم. نعم. طبعاً أنا بنتقل حق الدكتورة خلود. ما شاء الله أنت تميزتي بالكتابة في المواضيع الاجتماعية، الحين كان نشوف اجتماعية سياسية، المستقبل للدكتورة خلود وين؟ أنا ما أشوف أنها اجتماعية سياسية، أنا أشوف أنها اجتماعية بالدرجة الأولى، لكن هناك من يسيس الأشياء، فإحنا نقول له يعني ستوب، لأن هذا قاعد يعني يفتت المجتمع، قاعد يضر يدمر. للأسف الشديد كل جانب ممكن تتكلم عنه هو بالنهاية يصب اجتماعيا. يعني أمانة تطرقتي حق مطلقات صغيرات، كان من المسلسلات اللي تطرح قضية وايد مهمة، وتكلمتي عن كان جدلي شوية، كان فيها نقطة جدلية مهمة، بس مثل ما قلنا واقع واقع، وهذه القضايا هم موجودة واقعة، بس يمكن قضية عن قضية تكون في يعني تعايش فيها مستمر، وقضايا تكون مخفية بين السطور. صحيح. بس نتكلم عن طرح جديد اللي هو إنه نادر ما نلقى فيلم يتحول إلى مسلسل، فهذه يمكن يكون شطارة الكاتب. صحيح. هذه من التجارب القليلة. أنت شنو حبيتي أكثر، مسلسل؟ أنا لو ما حبيت الفيلم حصة كان ما سويت المسلسل. طبعاً الفيلم والعمل مع العم أبو بدر ومع المهنية والحرفية العالية مع وليد يخليك تبذلين جهد أكبر وفيها تحدي. أنت لازم يصير ما بينكم ترابط بالأفكار، يعني ساعات الكاتب يتدخل مع المنتج والمنتج يتدخل، وأبو بدر أكيد أنت شفتهم ساعات واحد يشد مع الثاني يقول لا أنا أشوف كذي وهي تقول أنا أشوف كذي، فأكيد صار هالنقاش والجدال عشان نجاح العمل يطلع بهالصورة. صح صح. والميزة في تورا بورا إن الفيلم تصور كله برا، كله برا، وتصور
واحنا ساكنين باللوكيشنات اللي كنا نصور فيها، يعني متفرقين 100% للعمل، لا يشغلنا تلفون ولا يشغلنا معاملات ولا يشغلنا ولا أمور الدنيا ولا أمور عائلية ولا شيء، ناسين أهلنا وناسين كل شيء، متفرقين 100%. فهذا يخليك تعايش الموقف وتعايش الدور بشكل يعني ما تقدر تتعايشه بالكويت. صحيح. ها؟ تخلص لوكيشن وتروح البيت عندك مشكلة مش عارف ايش وعيالك، ما هناك 100% احنا بالشغل. 24 ساعة نحكي بالشغل، حتى واحنا نايمين حلم بالشغل. فمتفرقين 100%. لذلك يعني الواحد عايش شخصية ويوصلها بشكل. لما جينا وكملنا التصوير بالكويت احنا جايبين معانا بقى الشخصية جاية معانا مستوية أكيد هي صح ناضية ايه استمرينا فيها لا والجميل بعد بالموضوع انك في فترة من الفترات كنت مسؤول الرقابة على النصوص في الكويت في وزارة الإعلام فهذا أتوقع سهل على أستاذة خلود إنه ما راجعته في نصوص أول بأول قاعد تراجعينها معاه صح؟ صار هالموضوع ولا لا؟ احنا اشتغلنا مع بدر مع بدر ووليد حتى بدر لما يمسك النص نعم في نعم في بعض الاسقاطات التعديلات وانا اتشرف انه يكون هو قارئ لنصوصي ويمثل احد الادوار فيها يعني شيء كنت متخيل يوم من الايام ان الاستاذ القدير بدر يكون بطل لأحد رواياتك لا والله صوت. بس أنا كنت حريصة دائماً أن نصوصي فيها تحدي ونصوصي يكون فيها من الواقعية والحب والقرب للإنسان اللي يخلي مثل العملاق العم أبو بدر يهتم فيها يعني وهذا شيء الحمد لله حققناه مؤخراً لا جميل والله وإحنا الحوار يعني المتابع لمسلسل تورا بورا متابع حوار جميل شكرا يعني والله والنقاش اللي قاعد يصير بين الشخصيات يعني نقاش له ابعاد وفي ما وراء الحكي في بين السطور اي في وايد اشياء جميله حلو كلام جميل استاذ وليد يعني ما شاء الله تم اختيارك كواحد من افضل الشخصيات العربيه المؤثره من مجله نيوز ويك عدل وحصلت على جائزة الكويت للإخراج التشجيعية جائزة الدولة تستاهل نبي القادم من الإبداعات شنو الإنجازات الجميلة شوف أنا نبي شيء حصري شوف كل يوم نحصل الكويت نستاهل ولا ما نستاهل حصري وما يدفعون لا وشوف أنا يعني أول شيء سعيد أن تورا بورا كفيلم ومسلسل خلص الحمد لله والمسلسل عرض عندكم قبل لا يروح لأي تلفزيون آخر ليش؟ لأن بالنهاية كنت أسولف مع أحد الصحفيين وأقول له وليد العوض الحمد لله مو قاعد أبحث عن الشهرة عشان أروح أعرضها في تلفزيون برا وأخذ للشهرة بس مهم أن إحنا في بلدنا ننتج أعمال كويتية ويصير في هذا التواصل بيننا وبين تلفزيون البلد لأن بالنهاية إذا أنا طول عمري بشتغل برا وانتج برا من راح يشتغل مع التلفزيون وإذا الكل راح يعمل بهالشيء فترة من الفترات خلينا نكون واقعيين التلفزيون كان نوعا ما طارد حتى العم بدر والآخرين ما يبون يشتغلون في الفترة اللي إحنا موجودين فيها صارت فترة فيها نوع من الجذب والحمد لله يعني هذه تحسب التلفزيون تحسب للوزير تحسب للقائمين وإن شاء الله تستمر فعندي عمل قادم بإذن الله ما هو القادم؟ القادم إيه؟ شوف مثل ما تفضلت الدكتورة التعاون مع كاتب أنت ترتاح منه يعني أنا لما جيت في فكرة تورا بورا كصاحب فكرة وكتأليف أبي أحتاج أحد يكتبها معاي لازم اللي يكتبها معاك يفهم هذا العمل اللي ببالك اللي براسك لازم يكون مثل شيء بينكم اسمه كيمياء اي الكيمستري هذه اللي الواحد لازم. يعرف ينسق يعني ما بين الافكار وتوارد يمكن من نظره انت تفهمينه او انه مو عاجبته هالجمله يمكن ابو بدر يسوي شيء ممكن يوصلها لوليد بحركه او بابتسامه او انه مو مقتنع فيها فهذه الكيمياء ما تعبر انما تصل بالمشاعر اكثر صحيح هو موضوع الكيمستري بين المخرج والمنتج
والفنان والكاتب. هذه أهم نقطة. يعني الأعمال الغربية ليش مهمة؟ ولما نشوفها نحس في كيمستري بين اللي يشتغلون. بس برجع على موضوع الرقابة. إحنا رقابتنا ذاتية الحمد لله. لما كتبنا العمل الدكتورة كتبت السيناريو والحوار، ما كنا نحتاج إن نعرضها على جهة عشان تقول لنا والله عملكم رقابيا. معنا العنبو بدر وهو طول عمره لما يفكر أو يكتب مشهد أو يصمم مشهد مع المخرج رقابته ذاتية الحمد لله. فيمكن في تورا بورا كنا محظوظين كثير إن ما نحتاج نمر في هذه القنوات أكيد. اللي غير يمر فيها. العمل القادم إن شاء الله راح يكون على الكويت حصريا، أقدر أقولها لك. شنو مضمونه؟ إيش راح يكون؟ يمكن عشان نكون طماعين في لقاء قادم وياكم نعطيكم العمل. يعني العمل القادم راح يكون على الكويت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله عمل راح يكون على الكويت وعن فترة من الفترات. وهم اقول لك يعني حقبه من حقب يعني خلاص وليد. ها لا ابو بدر، ابو بدر بيتحكى. ابو بدر بيتحكى. لا العفو، انا سعيد جدا ان العمل نزل حصري للتلفزيون الكويتي الحمد لله. لسبب اواخر الستينات والسبعينات بدايه السبعينات صارت الكويت تصدر الاعمال الفنيه من مسرحيات ومن أعمال تلفزيونية رائدة في هالموضوع جدا في الخليج وفي العالم العربي. ترى كانت مسلسلاتنا تعرض في المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا، مسلسلاتنا الدينية إنتاج تلفزيون الكويت. أنا كنت رئيس الدراما أيامها، فكان على رأس وزارة الإرشاد والأنباء في ذاك الوقت الله ويه. قبل ما تكون الإعلام جابر العلي، الشيخ جابر العلي طيب الله ثراه رحمه الله. فكان دائما يسمعنا ويقولها ترس حلجه، احنا نصدركم كفنانين ولكن ما نستوردكم، ما نبي نستوردكم، احنا نصدركم بس، سواء مطربين او سواء ممثلين او سواء كتاب او مخرجين. الكويت تصدر الحمد لله للخليج وللعالم العربي، ولكن لا تستورد الفنان الكويتي من الخارج. لا يا سلام. بس انا يمكن بقول سر ادري عنه انك انتوا تطبخون باللوكيشن وتسوون كل واحد يتفنن، مره ابو بدر يطبخ ومره وليد يطبخ ويسوي الباستات واللي يسوي يعرفون كل شيء. لا ايه هذا باللوكيشن كانوا ها في يوم مخصص وفي دقات بعد تسوونها. سالفة العقربة بعد في عقربة أذكر أو حية مرة تعادي الحياة كانت تمر ما بينكم كنتوا تضحكون ولا كأنها حية مرة. أنا الحين أنا الحية أعتبرها ذبانة ما كلش بعد بعد. قوة قلبك قوة حية. لا وهذا مثل ما تفضلت وهذا جزء من الكيمستري. يعني لما كنا نصور في المغرب نرجع تالي الليل ومتفقين كنا مع جماعة الفندق إنه يعطونا المطبخ، فكان يدخل عمبو بدر يوم أدخل أنا يوم ونطبخ. فهذا الجو اللي بين العاملين بشكل عام يخلق نوع من الود، وهذا الود مطلوب في العمل الفني، وبالذات إذا إحنا كنا نشتغل في أجواء طويلة ساعات طويلة. وأنا أحب المقالب، يمكن الكل يدري إن أنا استانس. يعني الله يرحمه أحمد الصالح اشتغل معنا في جزء الكويت الله يرحمه برحمته، فكان يعني مدرسة في الانضباط ومدرسة في الأداء ومدرسة لنا جميعا. فيوم من الأيام يا ومسكين وخذ إبرته وقاعد باللوكيشن ينطر دوره. قلت له احنا اليوم عزلنا ما عندنا تصوير. قال شلون أنا ياي؟ كان يقول لا وليد ترى مسوي فيك مغلب. الله يرحمه بعد يومين ثلاثة كاني اللوكيشن قلت له اليوم ما عندك تصوير؟ أقول اليوم أنا يسوي فيك مقلب. فهذه الأجواء، هذه الأجواء لما تكون في العمل دائما طيبة. أنا أعتقد يعني مثل ما تفضل عمبو بدر وتفضلت الدكتورة الكويت محتاجة الكثير، وإحنا ما راح ندخل إن شاء الله سواء في أفلام أو في مسلسلات. يمكن تذكر عمبو بدر لما قدمنا الفيلم لصاحب السمو وقلنا له ترى تورا بورا يعني نوعا ما في نوع من الكونترفيرشل او نوع من حلو الكونترفيرشل هو يعني الجدل يثير الجدل او شيء او مثير للجدل او يمكن يعني هذا. فقدمناه ممكن انها تثير هم ناخذ يعني الرعايه وناخذ الدعم. فقال روحوا انا مساندكم
دعمكم لهذه المواضيع لازم تطرحونها توعون فيها الناس. الحمد لله. هدف يعني توصل رسالة سامية وراقية لمجتمعات. بس يمكن أتكلم عن يعني قضية حساسة في توزيع الأدوار على الممثلين. يعني يمكن كان في شخصية طارق اللي هو أبو طارق أصمهان طبعا يعطيها ألف عافية، وكان أبو بدر كان أبو طارق وشون يدور على طارق على أحمد صح. ونفس الوقت كان في تفاوت في الأدوار وأبعادها وتأثيرات المراحل لما تركهم وراح يدور. فأنت شون عرفتي تنسقين هذه الكوكبة ما بين الشباب والخبرة الإعلامية بهذا الشكل مثل ما نقول أرقى من الراقي أروع من الورد؟ شكراً. هي فعلاً أنك تاخذين عمل اوريدي موجود وفيلم ناجح وقوي وتكتبين منه مسلسل اصعب من لو تكتبون اي شيء من الزيرو من البدايه. اي صح، لان في ابعاد طبعا في ابعاد كثيره، في اعتبارات لاشياء، في زمن، في حبكه، في لازم انت تكملين كومبلمنت الموجود، وهذا اصعب بكثير. في تسلسل بالضبط، في تسلسل. وبعدين طبيعة العمل تورا بورا سريع الرذم وأكشن أكثر من البطيء يعني من الاجتماعي البطيء. فلازم هني الواحد يتوخى الحرص والحذر إن ترى في زمن، في سرعة، في تسلسل، في أشياء متزامنة قاعد تصير. فلاش باك عند عمي أبو بدر بنفس الوقت أنا في البيت عنده في بيت أخوش قاعد يصير. فلازم أكون حريصة تماماً إن ما في حدث صاير قبل حدث. الله. وهذه صعبة لما أكيد. يكون أوريدي عمل موجود. أكيد يبي له جهد أكيد. صحيح. العم أبو بدر، إحنا برمضان وشهر خير وشهر جميل نحبه كلنا، نبي ذكرياتك قبل شنو برمضان؟ إي ذكريات حلوة. ذكريات قرقع ولا؟ ها؟ كنت تقرقع؟ قرقعنا كاسرة دلة قبل العيد. عرفت شلون؟ رمضان اختلف وبدر قبل عن الحين ولا نفس العادات؟ الزمان مختلف والأوضاع ظروف مختلفة والحياة مختلفة. كانت أيام حلوة بس لكل زمن جماله أكيد. صح طبعاً. وخصوص كان يعني أيام لما يجي رمضان بالشتاء يصير له ألعاب خاصة، ولما يجي بالصيف بالقيض يعني يكون الألعاب الخاصة عظيم، ساري والهول واللبيدة والمقصي. هذه كلها راحت أبو بدر الحين. كلها راحت. أي والله هذا ألعاب حلوة والله. الحين جيلنا ما يستخدم صار بس هالتليفون. هالتليفون. لا بس والله أمانة يعني في ناس تشرح هالفترة برمضان، يعني الواحد قبل كان يقدر يسوي كذا مشوار، الحين يدوب الواحد يروح مشوار مشوارين والوقت يمشي يركب ما يمديك متفاله مشوارين ما في لا ما يمشي نص مشوار ومعلق بالزحمه. حلو. ابو بدر عن يعني ارتباطاتك ومسؤولياتك احنا نقدرها، لكن فهم في لك ناس اصدقاء تروح تمرهم تزاورهم برمضان؟ اي لازم لازم. اي لا لازم زاورهم، والحين بعد كبرنا صاروا يزورونا. الله يعطيك الصحة والعافية. إيه فأكيد يخصص أكيد بارت حق الناس اللي تستقبلهم وناس اللي تزورهم. صح. فهل تحس إن رمضان ما شاء الله يمكن يجيب أيامه يقولون إحنا كنا شنو كنت تقول أنت؟ كنا نقول مهل رمضان. كنا نقول أول ما يجي رمضان أهل رمضان. إيه؟ الحين نقول مهلا رمضان. مفتلت. مفتلت. شنا أول أمس بادي الحين اليوم 17 ما أدري. إي والله اليوم 17 رمضان. يعني وايد سريع. إي الحمد لله. وليد بالنسبة لك أكيد التشره وينك وما نشوفك ما تبين ومسافر وما تبين. أنا بحكم شغلي والسفر وايد يعني يمكن أول 10 أيام برمضان كنت برا. فا صحيح الكل زعلان علي. بس لما يشوفون ترى برا يظن يعني هذا الحمد لله يعني لا عذرة إيه فيدرون إن الواحد مشغول. لكن رمضان طول عمري كنت حريص إن أرجع الكويت لأنه هو المكان اللي أنت تحس فيه في الشهر بهلك باليمعات بالدواوين بالتواصل. يمكن السنة هذه الكارثة والفاجعة اللي صارت
والله يرحمهم برحمتها جميعا، والله يشافي المصابين. يمكن هذه قربت الناس بعد اكثر، يعني يمكن كثير من ربعي اللي انا ما كنت اشوفهم من زمان خلال الاسبوع هذا شفتهم في هالجماعات اللي كنا نروحها. فرمضان له طعم اخر يعني، بس مثل ما قال العم بدر صار وايد سريع، حاله حال كل شيء بحياتنا، حياتنا وايد سريعه. لكن عسى الله يعود عليكم وعلى الجميع ان شاء الله دائما بالخير وعلى الكويت بالامن والامان. بالنسبه لك شنو ذكرياتك عن رمضان؟ قبل احلى ولا الحين احلى؟ لا انا بس اتذكر الظهر افتش الثلاجه واكل لما ينامون واقعد على الفطور اقول صايمه. احلى شيء هذا كلنا مرينا فيها هذا صايمه ولا الرقيه كذي لا صارت بارده وهم صايمين نايمين الظهر كأنك ما تدري. طبعا اكيد طبيعه الحياه احكمت انه مختلف رمضان قبل عن الحين. انا شخصيا قرقعت، انا شخصيا لبست الكيسه كنا نروح نخيطها مخصوص عند الخياط، لازم لون الدراعه، لازم فيها ما ادري شنو، لازم فيها وبعدين الصبيان مع البنات. الدكتوره يمكن بتكلم عن نقطه حساسه، ساعات الكاتب لما يكتب يعيش بعالم مختلف، يفصل عن العالم الخارجي، ينسى تليفونه، ينسى التواصل. فهل الناس تعذرك لما تقولين لهم ان انا قاعد اكتب روايه وقاعد اكتب قصه ومندمجه؟ صحيح. وهل ممكن الكاتب يعيش الشخصيات لدرجه انه ينهك عقب هذه الكتابه من كثر ما هو كنا مندمج معاها وعارف مستنزف يعني؟ اي مستنزف قواتي. اي صحيح، هو يعذروني صراحه لان انا حوالي الحمد لله اصدقاء جدا متفهمين وأهل متفاهمين، ويكفي أني أقول أنا عندي كتابة أو عندي مشروع ما، لأن أنا أسوي أيضاً أفلام، أعمل أفلام قصيرة أيضاً، مشاريع مختلفة تكون. فيكفي أني أقول الفترة الجاية راح أكون مشغولة بكذي، والحمد لله ألاقي كل الدعم، كل السبورت، كل الحب يعني يأيدونك جداً جداً جداً. الحمد لله. طبعاً نشكركم إحنا على تواجدكم ويانا في غبقة كويتية رمضانية على تلفزيون الكويت. نشكرك العم بدر. العفو، انا كلمه بس تفضل. يعني انا ارجو ان شاء الله ان مسلسل تورا بورا توصل للرساله اللي قاعد يقدمها للناس في كل لكل بيت، توصل لكل شاب، تكون عظه لمن يعني يتعب، وان شاء الله انه ما يضيع تعبنا ويوصل المجهود لكل الناس. لا ان شاء الله توصل ان شاء الله. شاكر لك استاذ وليد، كل الشكر لك. مشكورين على هذا اللقاء، ومثل ما قال عمو بدر يعني اعتقد تورا بورا قال اللي قاله، والناس قاعد تشوفه في رمضان ردود الفعل اكثر من رائعه، انا جدا سعيد فيها. لكن غسيل الادمغه والتطرف واللي كنا نتكلم عنه من 2008 و9 قاعد نشوفه هاليومين، اتمنى ان شاء الله عقب الفاجعه اللي صارت انه ما تكرر هذه الامور ولا نشوف هالمصايب عندنا، لان بالنهايه الكويتيين ما لهم الا ديرتهم واحنا كلنا كويتيين. اكيد. فبالتالي ما حد يزايد على الثاني، واللي مو عاجبه المكان خليه يطلع، احنا مرتاحين. اللي ما يبي يعيش معنا بسلام خليه يطلع، ترى اكو وايد تورا بورا مدري وين، خلي يروحون هناك. شو قاعد يغير علينا؟ فاتمنى ان شاء الله رساله تورا بورا توصل، واتمنى كذلك ان العمل يطلع لقنوات اخرى ان شاء الله في الدورة القادمة، لأنه مهم مو بس إحنا نعيش في أمان، مهم كل اللي حوالينا بعد يعيشون في أمن وأمان إن شاء الله. شكراً لك دكتورة خلود. يعطيكم ألف عافية. شكراً. وأنتم قدمتوا رسالة جميلة إحنا نرقى فيها لسنوات طويلة، ما يعني من جيل لجيل، ويكفي مجهودكم اللي سويتوه، أكيد راح يوصل كل بيت. شكراً جزيلاً. دواكم الله. مشكورين. حصة عندنا دواوين، واليوم عندنا دواوين اليوم. اليوم بنروح حق ديوانية اللوغاني في منطقة العدنية، حنشوفها مع مشاهدينا وراجعين مرة ثانية.